ساندرا غتاس من جاتا ايفنتس اند بروموشن موجوده معنا اليوم. موضوعنا راح يكون فاشن ويك بيروت ديزاينرز ويك، يعني ويك كامل سبعة ايام ست ايام قد ايه؟ اربعة ايام رح يكونوا للديزاينرز اللبنانيه، ديزاينرز بنعرفهم ديزاينرز ما بنعرفهم. خبرينا شوي عن هالايفنت. بيروت ديزاينرز ويك هو معرض بالاول، بلاتفورم لنبرز فيها الفاشن اند ديزاين كرياتيفيتي الموجوده بلبنان. بتعرفي في فوعد ديزاينرز هالفتره، وبعدين من غير شر فاشن ديزاينرز اللبنانيه اجتاحوا الريد كاربتس ايفنتس يعني بالعالم كله. بقى نحن طلعت الفكره من 3 اشهر بس، يعني ما صار لنا زمان، وحبينا انه نعطي مجال تو بروموت هاليونج تالنتس. ما بقصد يونج انه بالعمر انه صغار، بس انه ما صار لهم زمان بتقدروا بالكارير بهالكارير وبهالمهنه. اذا رح يكونوا موجودين بهالويك، واليوم انت لابسه من عندهم؟ يعني جربت قد ما في يعني انه البس من كل شغله من عند حدا. يعني في ستايل جديد وهيك دم جديد وروح جديده مختلفه عن شو شفنا قبل رح يكون بهالمعرض. يعني في يعني they are very talented and creative الديزاينرز المشتركين. نحن we selected السبعين، هن باي ذا واي 70 ديزاينر مقسمين على ثلاثة كاتيجوريز، عندك الفاشن ديزاينرز، عندك الجولري ديزاينرز، وعندك الهوم اكسسوارز، يما هوم ديكو يما انتيريور ديزاينرز. بقى كل حدا منهم تنقى على اساس انه هي تالنتد اند كرييتيف. كان في لجنه عم بتختار من بين، يعني اجينا تقريبا شي 170 طلب، بس نقينا 70 منهم لان اصلا المنصه تحت ما بتساع اكثر من 70 ستاند اللي هي الزيتونه باي. بحب هون توجه شكر خاص للبيروت ووتر فرونت ديفلوبمنت يلي هن بارتنرز معنا بهالايفنت، يلي هن فتحوا لنا هالمجال، فتحوا مجال لكل هالديزاينرز انه يقدروا يعرضوا السبرينج سامر كولكشنز تبعهم. نحن هلا نقينا الاوت دور زيتونه باي لور برومينيت، يعني على البيروت مارينا هالووتر فرونت اللكجيريوس اللي كثير حلوه، كرمال انه نعرض السبرينج سامر كولكشنز زي بيكون الفنيو مناسبه يعني واتراكتيف ويعني لابقه مع الثيم تبعنا. وطبعا عم نحكي اكسسوارز، عم نحكي تياب، وعم نحكي يعني ديكوراسيون للبيوت. فاذا رح يكون في اكثر من زون، يعني اكثر من نوع من التصاميم. عندك ثلاثة زونز. مزبوط، ثلاثة زونز. عندك الفاشن ديزاينرز رح يكون مخصصين البريت ابورتي والهوت كوتور مع الفاشن جولري مع بعض حاطينهم. بعدين عندك كل شيء فاشن اكسسوارز، يعني من هاتس لشوز باجز سكارفز، كل شيء بيطبع الالبسه رح يكونوا بزون ثانيه. وعندك الزون يلي هي كل شيء هوم ديكو اكسسوارز للبيت. نحن رحنا بالصور لوين؟ هلا هيدي اللور برومينيت تبع زيتونه باي يلي فيها اكثر من 14 كافيه ومطعم، ونحن اخترناها صراحه لان نحن في بيع مباشر. يعني هو السوق بنهايه الطريق، معرض وسوق، مسموح البيع المباشر. الدخول هو فور فري، الدخول از فور فري، اتس اوبن فور ذا بابليك. انا كنت بدي اوضح هالشيء لان عم بيجينا كثير اتصالات عم بيسالوا اذا في تيكتس على الدخوليه. ما في تيكتس، اتس فري فور اول، وبتمنى انه قد ما فيهم ينزلوا العالم ويشجعوا الديزاينرز اللبنانيه المشتركين تحت. وانت يعني لوك مميز اليوم، كان في صعوبه تختاري ولا كان في عندك؟ لا صراحه حيره بالاختيار، لان هالفتره يعني كثير عم بلبس ل يعني ديزاينرز لبنانيه هالفتره، يعني كل ما كلهم عندهم اشياء حلوه لعندهم صراحه. في كثير منهم اصحابي. رح نشوف نحن سبوت عن الايفنت ونرجع. Are you ready for the trendiest fashion event of the year? Ghatta Events and Promotions presents Beirut Designers Week Spring Summer 2013, the ultimate platform for designers' trends, styles, and fashion. Beirut Designers Week welcomes you from May 23rd till 26th, 12 p.m. till 10 p.m. at Zaytuna Bay's Lower Promenade. For more info, visit our Facebook page. زيتونه باي مميز مميز بين 23 26 شهر. رح يكون عاجق كثير ان الله راد. يعني هلا اصداء المعرض كثير منيحه، عندنا اكثر من 50 ميديا بارتنر، بحب اتشكرهم لان كلهم عم بروجوا لهالمعرض وفي تغطيه كثير واسعه، واولهم الام تي في طبعا والانرجي والنوستالجي، بحب اوجه لهم شكر. من ناحيه ثانيه انه الزوار اوريدي هو موقع كثير بيجذب الزوار خصوصا بالويك اند، نحن خميس جمعه سبت من 23 ل 26 ايار، بقى اوريدي يعني عندك عجقه
العالم اللي بتنزل يعني طبعاً. على المطاعم بتنزل تتمشى وفي عندك البوتيكس الموجودة. هلا زدنا عليهم ستاندات المعرض يلي راح يكونوا مفتوحين كمان ليستقبلوهم من الساعة 12 الظهر كل يوم للساعة 10 بالليل. الديزاينرز راح يكونوا موجودين كل الوقت؟ يكونوا كل الوقت موجودين نتعرف طبعا هلا وقت كتير طويل من 12 لل 10 بقى يعني يمكن ما يقدروا يكونوا طبعاً. كل الوقت بس كمان بحب أشكر سبونسورز تبعنا شكر خاص لأن يمكن لو ما منهم ما قدرنا نعمل هالمعرض هن الدعم ودعم الأساسي وجاي من السبونسورز لأن بالنهاية الباكجز اللي قدمناها للعارض نحن كتير مدروسة وكتير أسعار مقبولة لنشجعهم طبعا بقى كان الاتكال على السبونسور بهالإيفنت وبتشكرون في أسعار خاصة بالمعرض حاطين الديزاينرز هن انه كريدكشن يعني كسيل لا مش سيل بس انه بما انه ذا نيو سبرينج سمر كولكشنز تبعهم يعني لا ما حيكون في اسعار خاصه بس اكيد طبعا اسعارهم مقبوله بارابور للبراندز العالميه يعني واكيد بالنسبه للكواليتي اللي راح تكون موجوده بما انه تم اختيارهم من بين اكثر يعني أكيد. عدد ممكن اكيد اهلا وسهلا فيك فاذا الموعد ب 23 الشهر الافتتاح بيكون ب 23 الافتتاحيه راح ثاني نهار راح يكون في فاشن شو ضمن بيج بارتي عاملينها الجمعه بالليل على الكي حد اليورك كلوب ومن بعدها نهار السبت في عنا كونفرنس كتير كبيرة جاي عليها أكثر من 5 جامعات ستودنتس والبروفيسورز رح يكونوا موجودين عم بيحضروا وعنا توني ورد الفاشن ديزاينر وعنا الوزير دمينو سعطار وزير المال السابق وعنا مارشالس جون جاي من باريس وجه إعلامي هو هيز فاشن كريتيك جاي كمان ليعمل محاضرة وكمان في سيريل نجار كمان أركيتكت معروف كمان رح يكون عم بيعمل محاضرة عن الديزاين وعن الاندستريال ديزاين هيدا نهار السبت هيدا نهار السبت على الساعة 6 بيكون نهار الجمعة وبعدين أحد الافتتاح الخميس 4 بعد الظهر الجمعة في البارتي الكبيرة والسبت عندنا الكونفرنس والأحد أكيد الأحد لأن عاجق كثير وقررنا ما نعمل أكتيفيتي أهلا وسهلا فيك مرة جديدة أكيد الكل رح يكونوا على الموعد شكرا لك مشاهدينا لوقفة ومنرجع من تاني